مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سعيد بلقائكم في حلقة جديدة من برنامج علمتني الحياة. الظلم والفقر واليتم هي ظروف ووضعيات ومواقف قد يمر بها الإنسان، قد تؤدي به إلى الفشل، لكن إذا لم تؤدي به إلى الفشل ستزيد حتما في قيمة نجاحه. لكن أن تجتمع كل هذه الظروف في قصة واحدة فأكيد سيكون النجاح مبهراً. ضيفي في هذه الحلقة مشاهدينا قد مر بكل هذه الظروف، مر بظلم الاستعمار، ومر بفقر الطفولة، ومر باليتم كذلك، لكن كل هذه الظروف لم تمنعه من أن يصبح أحد أهم علماء المنطق في العالم العربي والإسلامي ككل. ضيفي هو أول جزائري يدرس ويتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون. ضيفي كذلك له العديد من المؤلفات والكتب، بحيث تلامس أو يلامس عدد كتبه 20 كتابا في المنطق. سنتعرف عليها كلها، وسنتعرف على قصة النجاح المبهرة هذه للبروفيسور أحمد موسوي، وهو عالم المنطق الجزائري والمتوج كذلك بجائزة عالم الجزائر لسنة 2023. كثير من المحطات المهمة مر بها ضيفي. بروفيسور، سعيد جدا ونتشرف كثيرا بحضورك معنا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، أشكرك جزيل الشكر على الحضور معنا. قلت ما أنت عليه الآن، أنت واحد من أهم علماء المنطق في الجزائر، في العالم العربي، في العالم الإسلامي ككل. نظير مساهماتك في هذا العلم، ونظير كتاباتك، ونظير مجهودك كذلك. لكن قبل أن نصل إلى هذا النجاح، أكيد هنالك قصة تروى، وهنالك تحديات لابد أن نسلط عليها الوضع، وهنالك مصاعب كبيرة جدا لابد أن تروى، خاصة وأنك من الذين عايشوا الاستعمار وعاشوا طفولتهم في الاستعمار. فماذا يمكن أن تروي لنا عن طفولتك بروفيسور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكركم على الاستضافة، وأتمنى أن تكون هذا اللقاء يعني فيه فائدة للمهتمين بالمعرفة والبحث العلمي. في حضورك أكيد ستكون الفائدة أستاذ إن شاء الله. في ما يخص يعني طفولتي، يعني أنا أولا يعني ولدت يتيما من الأب، بحيث أن يعني الوالد رحمه الله توفي حوالي تقريب شهرين قبل ولادتي، وبعون الله يعني تكفلني جدي من الأم، ومع أمي رحمها الله التي يعني قطعت على نفسها عهدا بأنها لا تعد الزواج بعد وفاة أبي، وأن تخصص يعني كل حياتها وتكرسها لتربيتي. وبالتالي يعني من هذه الناحية يعني استطيع القول بأنني يعني على الرغم من يعني من الناحية الواقعية كنت يعني يتيما، لكن من ناحية الشعور يعني نفسي أذكر بأنني يعني لم أشعر يوما في طفولتي بأنني كنت يتيما، رغم أنك ما شاهدتش الوالد تاعك إطلاقا. لم أشاهده، ولكن الحنان والعطف والعناية التي تلقيتها في العائلة، عائلة جدي، يعني جعلتني أشعر بأنني يعني كأنني يعني لست يتيما، إلى درجة أني كنت أقلد أخوالي وأنادي جدي كما ينادوه، كما ينادون هو أولاده، أنادي بأبي، إلى درجة أن يعني كثير من زملائي وحتى من الكبار أيضا في الوسط العائلي القريب كانوا يعني يعتبروني بأنني يعني ابن جدي، ويقولوا بلي يعني ولد فلان، ابن قدور، جدي قدور لي. وأنا كنت يعني أشعر بهذا، بلي فعلا يعني جدي يعني هو أبي. بروفيسور، أتصور في ظل هذه الظروف أنه كبرت وأنك تعتقد أنه جدك هو والدك. يعني حتى يعني دخلت المدرسة الابتدائية الفرنسية حتى عرفت بأنني يعني بن أحمد. يعني مش هذاك والدك؟ يعني
حتى يعني أصبحت في عمر السنوات بس عرفت بأنني يعني هذا جدي وليس أبي. وأيضا يعني الحنان يعني لم يكن من طرف الجد فقط، وإنما كان حتى يعني العائلة، خالتي كانت الوحيدة، وإخواني يعني كانوا يعتبروني يعني أخوهم، إلى درجة أنه كان يقول أخي، يعني خالي يعني ناديني بأنني أخوه، وخالتي أيضا تقول بلي أخي. يعني هذا الجو هذا العائلي والعناية التي تلقيتها يعني هي اللي جعلتني يعني لا أشعر في يوم من الأيام بأنني يتيما. جميل. لكن الآن دخلت للمدرسة، لكن قبل دخولك للمدرسة كان هنالك حدث مهم أو مرحلة مهمة مررت عبرها، تعلمت القراءة والكتابة، بديت تقرأ القرآن قبل أن تدخل إلى المدرسة. نعم، لأن كانت يعني إخواني كانوا يحفظوا القرآن، وعمي على الرغم اللي يعني أنا كنا يعني ابتعدنا عنه، وإن كانت يعني المسافة بيننا وبينهم يعني تقريب يعني في دوار واحد، عمي كان معلم القرآن، وكان أيضا هذا يعني شجع على أنني يعني أحفظ القرآن، ولذلك تعلمت يعني الكتابة وقراءة القرآن وحفظه مبكرا يعني. وحتى يعني وصلت أيضا يعني تكرار القرآن وآياته بعد ما دخلت المدرسة الابتدائية، بحيث يعني كنت يعني كانت هناك مدرسة يعني قرآنية قريبة من البيت، وكنت يعني بعد صلاة الفجر يعني أذهب مباشرة إلى المدرسة القرآنية وأحفظ وأكتب وأكرر القرآن إلى غاية الساعة 7:30 تقريبا، ثم التحق بالمدرسة الفرنسية وكرر نفس الشيء بعد صلاة العصر، يعني بعد الخروج من المدرسة الفرنسية أيضا التحق بالمدرسة القرآنية، وهكذا كانت يعني أحفظت القرآن وأعدت تكراره يعني عدة مرات. أحفظت القرآن كله ولا جزء منه؟ أحفظته يعني الجزء الأول أحفظته في البيت قبل الآخرين، ثم بعد تلقيت في المدرسة القرآنية يعني وصلت وحفظته كله يعني فيما بعد. أنت حافظ لكتاب الله بروفيسور؟ إن شاء الله كله. ما شاء الله. نعم. معناه طفولتك كانت مليئة بالعلم فقط. يعني هذا القضية، هذه البيئة اللي كنت فيها يعني بيئة تشجع على العلم، والشيء الذي يعني شجعني أكثر هو لما التحقت بالمدرسة الابتدائية الفرنسية، ويعني كان من حسن الحظ كنا يعني مجموعة يعني خمسة أفراد، ثلاثة من العائلة واثنين خارج العائلة، كنا ندرس مع في صف واحد مع ابناء المعمرين، وكان من بين ابناء المعمرين كان الابن الوحيد للمعلم والمعلمة، ويعني هناك يعني عامل يعني مشجع هو أن كان يعني المعلم كان يعني يجعلنا كما نسمي اليوم الاختبارات الفصلية، كانت اختبارات شهرية كل شهر تجري امتحانات في مجموعة من الامتحانات وفيها ترتيب كلاسما، ويعني يشهد لي حتى الزملاء اللي درسوا معي بأنني كنت دائما أنا في المرتبة الأولى، يعني متفوق على ابن على أبناء المعمرين، أنا ابن المعلم الوحيد كنت متفوق عليه. هذا كان إنجاز كبير في الطفولة. هذا يعني كان عامل مشجع. صحيح. يعني يكون واحد يعني يأتي من عائلة يعني تقريب يعني من ناحية اللسان الفرنسي عائلة أمية ويتفوق يعني على ابن المعلم والمعلمة، هذا يعني وش هو السر في ذلك التفوق بروفيسور؟ ما هو السر في ذلك التفوق؟ نعم، ما هو السر في ذلك التفوق؟ هل ترى بأن حفظك للقرآن هو الذي ساعدك في التميز في الدراسة فيما بعد؟ هذا عامل أيضا، لأن القرآن يعني يساعد على الحفظ، وبالتالي يعني كثير من الأمور التي نحتاج إليها الحفظ، يعني مثلا حفظ قواعد اللغة، حفظ قواعد الحساب، يعني عامل الحفظ يساعد على أيضا على العلوم. وثاني حاجة أخرى كان عندنا يعني كأن يعني الفرنسيين يعني اللي كانوا خذوا أرضنا وكانوا يعني تقريب يعني كان حوش ولاد موسى اللي قلت يعني كان من أكبر يعني المزارع في الناحية اللي كانت مساحته يعني حسب شجرة النسب
يعني كان مساحته كانت 283 هكتار في سنة 1740. لكن بعد ما دخلت فرنسا ويعني عملية الكاداس التي وقعت في سنة 1850 أصبح الحوش ليس فيه إلا 23 هكتار. تقلص فقد 800 هكتار. والأخرى كلها يعني توزعت على المعمرين. هذا كان عامل يعني كانت يعني وإحنا صغار، إحنا صغار يعني أجدادنا والعائلة الكبيرة كلها يعني قصة تروى بأن في الاستعمار أخذ أرضنا زيارتنا لأنه أخذ كل الجزائر، أخذ أرضنا أيضا اللي هي ملك لنا خاص. يعني كان عندنا نوع من الحقد على الاستعمار، ولذلك فلما رحنا للدراسة يعني كنا برغبة أننا ينبغي نتفوق على أبناء المعمرين. وهو ما حدث فعلا. أنت اجتزت كل مرحلة الابتدائي وأنت رقم واحد في الترتيب. رقم واحد. ويعني كان من المفروض يعني أن المتفوق في الدراسة أنه يعني نقدر نقول باللي يعني قانونيا يعني يمنح منحة في المتوسط. في المتوسط حتى نفهموا الناس، لأنه في ذلك الوقت باش تدرس في المتوسط كان لازم لك منحة. لازم منحة. وحدث أمر مؤسف للأسف، توقفت عن الدراسة. لماذا؟ توقفت الدراسة لماذا؟ لأن المصاريف الدراسة والكتب والتنقلات إلى آخره، لما لم تكن هناك متوسطة موجودة في الناحية، كانت المتوسطة الموجودة هي كنا نروح للحراش. يعني هذا كل يوم يعني هذه المصاريف تاع النقل كلها. الأولاد مسل الحراش. يعني كانت يعني العائلة كانت عاجزة عن تغطية كل هذا المصاريف. لذلك فاضطررت يعني أن توقف الدراسة. لكن يعني حب العلم وحب التفوق الذي يعني تتميز به يعني جعلني يعني أتوقف يعني عن الدراسة يعني من ناحية العملية، لكن من ناحية الفكرية ومن ناحية الإرادة يعني لم أتوقف. لذلك كنت أبحث دائما يعني عن وسيلة اللي وصل بها الدراسة، وفعلا يعني بمساعدة بعض العائلة، بعض أفراد العائلة، تمكنت من يعني الحصول على بعض المدارس بعد الخصوصية التي تكون عن بعد، وتكون عن بعد يعني لا يكلف كثيرا لها. ولذلك ف يعني كانت هذه العملية يعني كانت ناجحة. معناها لم تدع الفقر يحول بينك وبين حلمك، ما كانش عائق لك الفقر. صحيح يعني توقفت للدراسة، ذلك التلميذ النجيب الذي كان هو المتفوق دائما في الابتدائي، عندما وصل إلى المتوسط بسبب الأموال لم يجد الأموال وبسبب الفقر توقف عن الدراسة، لكنه استمر عن بعد. يعني الاستمرار عن بعد كان يعني نابع من التفوق الذي يعني تميز به، ولذلك يعني بقات يعني كما نقول يعني الرغبة شعلة في 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 قلبي تاع المواصلة الدراسة. ومن ناحية أخرى يعني كنت يعني ربطت هذا مع الاستعمار، لأن الاستعمار الذي اغتصب أرضنا ويعني كل خيراتنا، فهذا هذا الاستعمار يعني كنا لاحظنا بأنه يعني لم يستطيع أن يحقق ذلك لو كان أجدادنا القدماء يعني كانوا في مستوى العلمي والتكنولوجي في ذلك الوقت، لما كانت يعني فرنسا اللي هي يعني أقل مساحة من الجزائر تستعمر الجزائر لمدة قرن وزيادة. هذا العامل يعني جعلنا أيضا يعني كأننا منذ الصغر يعني كأننا نريد يعني أن نحقق يعني هذا العجز في العلم الذي كان يعني سبب في الاستعمار. ولذلك فكان يعني العلم كأنه يعني منذ الصغر كان عندنا وسيلة لمحاربة الاستعمار. الآن بالرغم من صغر سنك في هذه المرحلة، لكنك مررت بظروف أو بمعيقات صعبة، أولها اليتم الذي بفضل الله وبفضل جدك لم تشعر به، والحمد لله خرجت من هذا الوضع، وبعد ذلك الفقر وتوقفك عن الدراسة، لكن أنت صغير وما زال عندك الإرادة ومستمر في الدراسة. وصلت للمتوسط وبعد ذلك راح تجتاز امتحان البكالوريا فيما بعد. نعم. أعطينا ملخص لهذه المرحلة. في هذه المرحلة يعني كنت أنا أشتغل وأدرس في آن واحد. وش كنت تشتغل أستاذ؟ اشتغلت في يعني أكثر من وقت اشتغل في الفلاحة، لأن العائلة كان عندها يعني مزرعة صغيرة ليه،
وكانت يعني تهتم بتربية المواشي، ولذلك كنت يعني مع أخواني كنت يعني تربية المواشي، تربية المواشي والفلاحة إلى آخره. وفيما بعد يعني بعد وفاة جدي يعني وتقسيم التركة، يعني أصبحت مع أمي يعني أنا وأعول أمي إلى آخره. فلذلك اشتغلت يعني في عدة وظائف يعني، وكنت يعني بعد الاستقلال يعني انخرطت في الفلاحة. كنت تجني الثمار ولا الفلاحة؟ يعني كنت على حسب الطاقة، الطاقة تاعك فل صغير. شحال كان سنك لما كنت تشتغل في الفلاحة وتربية المواشي؟ يعني تقدر تقول يعني بعد المرحلة الابتدائية 14-15 سنة كذا. ألم يؤثر هذا على مسارك الدراسي؟ ما تراجعتش نتائجك الدراسية في تحضير البكالوريا؟ يعني هي القضية يعني قضية الرغبة والإرادة، لما اجتمعت الرغبة يعني في تحقيق عمل معين وتتوفر الإرادة ويكون الشخص يعني له ثقة في نفسه، يعني اكتشف مواهبه، يعني له يعني الرغبة والإرادة يعني باغي ترتبط بالقدرة على تحقيق الرغبة والإرادة. فالشخص إذا كان اكتشف بأنه هو نفسه يعني له القدرة على تحقيق ذلك، فهذا يكون يعني عامل من العوامل اللي يجعله يتغلب على الصعوبات. ويعني اكتشاف القدرة يعني نبع من احتكاك في الدراسة مع ابن المعمرين، وخاصة مع ابن المعلم الواحد. يعني هذه المقارنة هي التي تجعل بالإنسان يعني له إمكانيات وتشجعه وتجعل عنده ثقة في نفسه بمواصلة العمل. والصعوبات التقريب يعني هو السر في الحياة، هو دائما يعني مدى قدرة الفرد على التغلب على الصعوبات فعلا، لأن الحياة كلها صعوبات. صح. وإذا كان الشخص يعني يقف أمام الصعوبات فإنه سيكون مصيره الفشل. بالطبع. وصل امتحان البكالوريا، تتذكر المرحلة كيفاش اجتزت امتحان البكالوريا؟ البكالوريا كان فيها في ذلك الوقت كان فيها قسمين. كان فيها قسم القسم الأول بريمير بارتي يسموها البروباتوار، ثم فيها القسم الثاني الدوزيام بارتي. فيعني أنا كانت عندي رغبة يعني في أن يعني أحصل على البكالوريا علوم، لماذا؟ اللي كانت عندي يعني قاعدة علمية لبس بها في الابتدائي ووصلتها يعني في المتوسط والثانوي، لكن يعني البكالوريا علوم في ذلك الوقت كانت من الصعب الحصول عليها. لماذا؟ لأن تتطلب يعني حضور يعني دائم، وبما أنني كنت عن بعد. وانت حرمت من المنحة إلى غاية الآن؟ ما عندكش منحة؟ ما كانش منحة يعني، حتى لأن المنحة في الفلقات تعطى في التعليم الرسمي وليس في التعليم يعني الحر. فلذلك فكنت مضطر لأن يعني اجتزت بكالوريا آداب، وعلى الرغم من أني كنت يعني عندي رغبة في اجتزت العلوم، ولكن أني اجتزت بكالوريا آداب، وهذا اللي جعلني يعني التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وكان من بين الأقسام كلية الآداب والعلوم الإنسانية كان قسم الفلسفة. قبل أن نصل إلى الكلية وإلى الجامعة، بالنظر إلى الظروف التي مررت بها بروفيسور، فإن النجاح كان أمر صعب، قد يبدو صعبا لأنه تلميذ أو طفل صغير تربى يتيما وحرم من المنحة لكي يدرس، وتربى في بيئة فقيرة وتوقف عن الدراسة واضطر للدراسة عن البعد، لكن هنالك جزاء من الله نظير تعبك ونظير الجهد الذي بذلته. عندما تحصلت على شهادة البكالوريا، تتذكر ردة فعلك عندما صدرت النتائج؟ يعني كانت النتائج يعني المتوقعة، يعني لماذا؟ لأنني كنت يعني بذلت مجهود اللي كنت يعني أظن بأنه يعني نجاح تقريب يعني متوقع يعني. وهذه ثقة في نفسك وثقة في علمك كذلك. نعم. انتقلت إلى الجامعة الآن، وش هو التخصص اللي اخترته؟ كانت يعني التحقت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بحكم يعني طبيعة البكالوريا، البكالوريا آداب يعني لا تسمح الإنسان بتسجيل في شعوب أخرى. فكان من بين المواد المقررة في السنة الأولى في التسجيل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كانت سنة أولى اللي تقريب يعني اليوم راح تسمى بالجذع المشترك.
في ذاك الوقت ما كانش المجلس المتحرك، كانوا يسموها يعني شهادة تقريب، يعني كان عندها اسم بالفرنسية يقولوا لها لا بروبوديتيك، أو يسموها لوسيولوجي، يعني شهادات الآداب العامة. هذه شهادة الآداب العامة يسجل يعني يجتازها السنة هذه كل طلبة كلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية. ثم بعدها يعني حسب النتائج المحصلة عليها يوجه طلب إلى فرع من فروع كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فبالتالي يعني وفيه رغبة الطالب يعني يختار هو، ثم حسب الإمكانية تلبى رغبته وترفض. فأنا اخترت الفلسفة لماذا؟ لأنني كنت يعني دائما أميل إلى الأمور العلمية، وكنت عندي يعني في الدراسة الثانوية كنت يعني طالع على الفلاسفة وعلى تاريخهم وعلى كذا، كما كنت طالع على الأدباء، ولكن كان بطبيعي يعني كنت أفضل يعني أفضل الفلسفة والمواد الفكرية على الآداب. لذلك فلم أكون يعني أميل للشعر على الرغم اللي كانت عندي القدرة على الحفظ، فأنا النزعة العلمية بقيت محافظ عليها، بقيت محافظ عليها. لذلك فسجلت في الفلسفة، حصلت على شهادة ليسانس من الجامعة الجزائرية. نعم. وبعدين ماجستير ولا؟ وبعد ما حصلت على الليسانس في الفلسفة في جامعة الجزائر، يعني عينت أستاذ للفلسفة في ثانوية عمر راسم بالجزائر العظيمة، وكانت ثانوية عمر راسم يعني قريبة من الجامعة، يعني هذا القرب من الجامعة كان عامل يعني مشجع على الاستمرار في الدراسة. الجامعة المركزية. الجامعة المركزية. لذلك فسجلت في تحضير يسموه دبلوم الدراسات المعمقة. معمقة. ايوه. في ذاك الوقت. ذاك الوقت ما كانش الماجستير. ما كانش ماجستير. صحيح. فسجلت فيها وشست يعني السنة الأولى كانوا يسموها سنة المنهجية. شستها بنجاح. ويعني سجلت في تحضير الديوها تحت إشراف الأستاذ الدكتور عمار طالبي، اللي هو كان أشرف على كان أستاذي أيضا في المرحلة الليسانس، وهو كان أيضا من المشجعين على المنطق. لماذا؟ لأن كان هناك فراغ في هذا التخصص، في بعد ما يعني كان المشارقة اللي قدموا من مشرق من مصر ومن يعني من سوريا ومن العراق، يعني كانت نهاوي يعني المرحلة الانتداب اللي كانوا حصلوا عليه، وبقى يعني هناك نوع من الفراغ في هذا المادة ليه. فبالتالي سجلت معه في ديوا في هذا في موضوع اللي هو عنده صلة بالمنطق، حصلت على الشهادة واشتجت يعني الديوا يعني بنجاح. وكان يعني من بين التوصيات التي وصلت بها لجنة المناقشة هي أنني يعني أحرر طالب الآن في الحين للالتحاق بالجامعة كأستاذ منتدب، يعني في نفس اليوم الذي ناقشت فيه الدكتوراه يعني طلبوا مني يعني تقديم طالب تبقى تدرس عندهم للالتحاق يعني كأستاذ منتدب من الثانوي الجامعة المركزية. الجامعة المركزية وطلب يعني قوبل طالب، ويعني التحقت بالجامعة. هذا حدث كبير جدا انه اثناء المناقشة عينت للتوظيف. هذا نجاح. هذا يعني لسببين، لان كان العمل يعني عمل ممتاز، وثاني كان هناك فراغ في هذه المادة ليها، يعني لذلك فطلب مني يعني في الحين يعني انه حرر طالب. وظفت يوم مناقشة المذكرة تاعك. انت بقيت منتدب. منتدب نعم. منتدب. يعني ما معنى منتدب؟ معنى منتدب يعني يبقى يتلقى المرتب تاعه من الإدارة الأصلية. من الثانوية. من الثانوية. عمر راسم. ايه. حصلت على الانتداب لمدة 5 سنوات. بعد هذا الانتداب وبعد التدريس في الجامعة المركزية أكيد هنالك حدث كبير جدا في مسيرتك، وهو التحول إلى جامعة السوربون جامعة باريس. هذا أيضا مرتبط بالانتداب إلى الجامعة، يعني بعد ما حصلت على الانتداب لمدة 5 سنوات كان يعني حق قانوني بأن الانتداب يعني لا يتجاوز 5 سنوات ولكن قابل للتجديد. ولكن أنا الإرادة اللي كانت لدي والمواظبة وقربي من الجامعة المركزية
وحرصي على يعني الاستمرار في التخصص في المنطقة. يعني بعد ثلاث سنوات ناقشت دكتوراه الحلقة الثالثة. يعني النظام اللي كان مبني كانت ليسانس ديوا وبعد دكتوراه تروازيام سيكل. ثم بعد تعتيد درجة ثالثة. الحلقة الثالثة. بعد ثلاث سنوات يعني ناقشت الحلقة الثالثة. ولما ناقش الحلقة الثالثة أصبح يعني عندي حق للالتحاق يعني بصفة رسمية بالجامعة المركزية. لأنه يعني صارت عندك شهادة. خلاص يعني الانتداب وأصبحت يعني يعني عضو دائم في الجامعة المركزية في قسم الفلسفة. وأيضا الرغبة في مواصلة البحث العلمي والتشجيع على من طرف الأساتذة أيضا على يعني أن يكون هناك يعني من هو متخصص في المنطقة. فكانت هناك صعوبة، الرغبة يعني موجودة لمواصلة البحث العلمي، الطالب موجود والحاجة قائمة أيضا لهذا. ما هي الصعوبات؟ ولكن الصعوبة يعني تبقى الآن صعوبة كيف أتحول؟ كيف يعني لماذا؟ لأن في القسم كان هناك فراغ، وبالتالي في التأطير في القسم غير ممكن ما دام يعني هناك فراغ، يعني كان هناك عجز في التأطير. كيف تعاملت مع هذا الوضع؟ هذا العجز في التأطير يعني هنا أيضا كما قلت لك يعني لابد الإنسان أنه يعني يدرس الصعوبة ويتعرف على عناصرها ثم يستطيع أن يعني يعالجها يعني بحسب الإمكانيات المتوفرة. الإمكانيات المتوفرة كان عندي يعني من ناحية القانونية والناحية الإدارية استطيع أن أسجل في جامعة الجزائر في دكتوراه الدولة. هذا كان يعني حق ولكنهم لا يشترطون فيك يعني أنك عندك مشرف أو ليس عندك مشرف، هل هناك تعطير أو ليس هناك تعطير، لكن هذا يرجع للطالب نفسه يعني كيف الآن استطيع أن أواصل دراسة. كان عندي يعني نظرة بأنني يعني يمكن نجدد يعني التكوين عن بعد الذي يعني نجحت فيه في المرحلة. عندك خبرة فيه. عندي خبرة فيه، قلت لابد أنني يعني نواصل هذا عن طريق عن بعد. واتصلت بجامعة السوربون ويعني عرضت عليهم المشكلة وقبلوا مني يعني الالتحاق عن بعد. وسجلت يعني تسجيلين، تسجيل في جامعة الجزائر، تسجيل في جامعة السوربون، وتسجيل في جامعة السوربون. لكن جامعة السوربون كانت تشترط أيضا يعني للمسجل عن بعد أنه يعني يحضر على الأقل يعني على الأقل يومين أو ثلاثة أيام في الشهر لكي يعرض العمل. لأنه ما كانش إنترنت في ذلك الوقت، ما كانش يعني بد اتصال مباشر، لازم تروح يعني على الأقل يومين يومين أو ثلاثة في الشهر لعرض العمل المنجز ولعرض الصعوبات ولتلقي النصائح والتحق بالأساتذة وبالجامعة بالمراكز البحث إلى آخره. يعني هذه أيضا كان صعوبة. كيف تعاملت؟ كيف تذليل هذه الصعوبة؟ تذليل الصعوبة كان هناك يعني تسهيلات من طرف الحكومة الجزائرية في ذلك الوقت بالنسبة للطلبة الغير ممنوحين في الخارج. لأن كان هناك نوعين من الطلبة، كان طلبة اللي كان عندهم منحة. معناها أنت رحت بدون منحة؟ دون منحة. أوكي. الطلبة اللي غير ممنوحين كانت هناك يعني عندهم لهم حق أن يثبت تسجيل في جامعة في الخارج، وله الحق في تحويل 500 دينار، 50,000 500 دينار جزائري إلى حساب في الخارج في الجامعة اللي هو مسجل فيها. هذا الشيء الأول يعني هذه 500 دينار هذيك كانت في ذاك الوقت يعني عندما صرفها بالفرنك الفرنسي كانت تلحق حتى 800 فرنك فرنسي. لأنه الدينار كان أغلى من الفرنك فرنسي. أغلى من الأخرى اللي. ولكن هذا لا يغطي المصاريف. يعني ثلاث أيام في باريس، الأكل، الشرب، المبيت، تسجيل، حقوق التسجيل، يعني شراء الكتب، يعني هذا لا يكفي لها. منين كنت تجيب المال؟ كان هناك أيضا تسهيل آخر من طرف الحكومة الجزائرية في ذاك الوقت، وأنه كان يعني بإمكاننا نشتري تذكرة القطار من الجزائر. القطار في باريس. في باريس.
يعني اشتريت تذكرة قطار بالدينار الجزائري من هنا من الجزائر، بعد ما يعني تثبت عندك يعني بيد الاخرين تذكرة الطائرة تشتري مثلا تذكرة لتكميل المسافة. قال مثلا للذهاب الى باريس يمكن نذهب الى مرساي في الطائرة نصف المسافة، يعني هذا تذليل، نقص لك تذكرة للصعوبة يعني. وثم يعني واصل السير سفر في القطار الى باريس ذهابا وايابا. هذا يعني كان يوفر لي اولا تذكره، يعني عندك نصف تذكره بدل ما تشتري تذكره من الجزائر الى باريس تشتريها من الجزائر الى مرسيليا. ثم تذكره القطار يعني هي تصبح مجانا يعني مدفوعه في الجزائر، اشتريتها بالدينار الجزائري. هذا كله لان الوضعيه الماليه التي كنت تمر بها. ثم شيء اخر ايضا، يعني كان هناك قطار الليل من مرساي إلى باريس ذهابا وإيابا. هذا قطار الليل هذا يوفر لي ليلة بالمبيت في الفندق، تزيد تستفيد ذهابا وإيابا أصبحت ليلتين. صح. إذن بدل من قضية ثلاث ليالي في باريس ليلة واحدة، ليلة مدفوعة في القطار. ليلتين مدفوعين في القطار. هذا كله من أجل تسيير المبلغ المالي القليل الذي كان لدي. وبالتالي يعني كانت الأمور مشات بهذا. ممتاز. نتوقف عند فاصل قصير فقط بروفيسور. نعم. وبعد ذلك سنواصل الحديث في هذه القصة المهمة جدا، قصة تحولك إلى السوربون. كما تتابعون كل هذه المعيقات وكل هذه الظروف الصعبة في الأخير إذا استطاع الإنسان أن يركز واستطاع الإنسان أن يفكر فسيتغلب وسيقضي على كل هذه المعيقات. نتوقف عند فاصل قصير ولنعود، يبقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج علمتني الحياة، والعودة إلى هذه القصة الجميلة والمهمة والملهمة بعدما وصلنا إلى مرحلة حاسمة جدا في مسيرة البروفيسور أحمد موساوي، عالم المنطق والمفكر كذلك وصاحب العديد من الكتب في علم المنطقة. أهلا وسهلا بك بروفيسور. أهلا وسهلا. وصلنا إلى المرحلة الحاسمة بسبب الوضعية المالية، اضطررت لأن تبيت في القطار حتى توفر مبلغ المبيت في الفندق، واضطررت كذلك لتقسيم المسافة من الجزائر إلى باريس إلى السوربون، تقسيمها إلى مارسيليا حتى تستفيد كذلك من شيء من المبلغ المخصص لشراء التذكرة. وبدأت رحلتك في طلب العلم في جامعة السوربون، وهنا نحن نتكلم عن أول جزائري يدرس في السوربون. بعد ما التحقت عن بعد في جامعة السوربون صدر قرار أو مرسوم، أحسن مرسوم رئاسي، يعني يقضي بإنشاء ما يسمى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج. هذا أصدر في سنة 84. هذا اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج يعني جعلت يعني الباب مفتوح لمن يرغب في التكوين في الخارج، بشرط يعني توفر فيه شروط معينة. يعني لم تعد يعني طلبات التكوين في الخارج يعني تعطى يعني بطرق يعني تقريب يعني غير واضحة، لكن صعب الطريق واضح يعني الحصول على الموافقة في القسم، الموافقة في الجامعة، ثم الموافقة من طرف اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج. واللجنة الوطنية للتكوين في الخارج يعني لجنة واسعة يعني فيها كل الوزارات ممثلة ليها، وكانت فيها شفافية يعني تامة عليها. فبالتالي يعني قدمت طلب في هذا الحصول على منحة في هذا في إطار اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج. ويعني بحمد الله كانت الموافقة على جميع المستويات، الحمد لله، وحصلت على منحة وانتداب إلى جامعة السوربون، يعني أصبحت ممنوح ومنتدب. ما معنى ممنوح ومنتدب؟ عندنا منحة يعني منحة لتعطي للطلبة في ذلك الوقت تحول إلى حساب في الخارج، ثم منتدب معناها أن عندي نصف المرتب تأسد الذي تقضى هنا في جامعة الجزائر، نصف المرتب يحول، يعني معناها فرجها ربي. فرجها ربي الحمد لله عليه. وشيء اللي جعلني يعني استطيع يعني ان استاجر يعني شقه يعني محترمه في باريس في حي يعني يسمح بالعمل
اللي هو في وتهنيت من المبيت في القطار في 17 ارونديسمون يعني، وتمكنت يعني من يعني اخذ الزوجه معي والطفلين الصغيرين، وكانت لهم هما ايضا عندهم لهم منحه للزوجه وللطفلين الصغيرين، يعني فرج ربي يعني الباب واسع الحمد لله. لكن استاذ هنا استسمحك فقط، زوجتك كان لديها شهاده اعتقد؟ نعم. لكن لم تدرس؟ لم تدرس. لماذا؟ لان في ذلك الوقت يعني لم تشتغل. لم تشتغل. لماذا؟ لان يعني كانت هناك في قريه اولاد موسى، كانت قريه صغيره ليست كما اليوم مثل راه من اكبر مدن ولايه بومرداس، وبالتالي فكانت يعني هناك يعني المراه يعني لا تشتغل في ذلك الوقت. ليها انت منعتها ولا بمحض ارادتها؟ يعني الظروف المحيطه، الظروف الاجتماعيه والعائليه هي اللي كانت يعني منطق الاسره حينها، منطق الاسره كذلك. لذلك ف وكان الحمد لله يعني كان في ذلك الوقت يعني المرتب، مرتب المعلم في ذلك الوقت يكفي، يكفي يعني. لذلك ففضلت يعني انها يعني تقوم بتربيه الاولاد احسن من نقع في مشاكل عائليه وقلب لزوجة فلان تشتغل وكذلك. وبالتالي فيعني سهرت على تربيه الاولاد والحمد لله يعني خرجوا كلهم ناجحين؟ كلهم ناجحين وكلهم التحقوا بالجامعه وكلهم يعني تقريبا عندنا كل التخصصات موجوده يعني في البيت. التضحيه اللي ضحاتها انها ما اشتغلتش جزاها ربي خير، ولكن كانت فائده يعني انها تكونت الاسره كلها. نعود ونرجع الان الى السوربون، اول جزائري يتحصل على شهاده الدكتوراه في جامعه السوربون، الجامعه الكبيره جدا بتصنيفها وبانتاجها العلمي. تحصلت على شهادتك هناك، كيف مرت الامور؟ يعني لما حصلت على الانتداب والمنحة يعني كانت يعني أيضا عامل آخر، عامل يعني وزع ديني كان يلعب دور. هذا يعني اللسان ينبغي دائما يعني يكون احنا بالإضافة إلى أننا يعني نشارك الغرب في العلم في المجهود العقلي، ولكن عندنا هذا الوزع الديني هو يعني يعطينا قوة أكثر. هذا الوزع الديني هو يعني اللي كان عامل مشجع للنجاح في السوربون. كيف؟ لماذا؟ لأنني كنت يعني أسأل نفسي دائما يعني هذا المنحة هذه لم أكن انتظرها أبدا يعني في حياتي، يعني بمنها هي منحة من الله. صحيح. وبالتالي كنت أقول دائما يعني أنا جزائري، ويعني كيف يعني تعطاني هذه المنحة، يعني تعطاني المنحة يعني مقابل شيء نؤديه. لذلك كنت يعني بقدر ما يعني أسهر وأتعب في البحث وفي الالتحاق بالمراكز البحث وبالاطلاع على الكتب، كنت يعني أقول بأن هذا يعني لا يكفي في مقابل يعني المنحة التي تقاضاها. لذلك فكنت يعني يعني بقدرة الله كنت يعني أحيانا أشتغل حتى 16 يوم، 16 ساعة في اليوم ما بين يعني باش تحلل دراهمك، ما بين الجامعة وما بين البحث وما بين مراكز البحث وما بين الحضور في المكتبات، يعني حتى أحلل المبلغ من المال. لذلك فيعني بحمد الله بعد 4 سنوات انتداب ناقشت الرسالة هنا، يعني كانت المنحة كانت تعطيت لي 4 سنوات، يعني أنهيت الدراسة في يعني تقريبا بعد 4 شهور قبل الأجل. وبالتالي حصلت على يعني دكتوراه يعني بامتياز في ذلك الوقت وفي المنطق. وكان يعني ايضا من توصيات لجنه المناقشه، يعني كان فيها كما يقول يعني درجه مشرف جدا بالاجماع، وكان فيها توصيه يعني بان الرساله يعني تطبع من طرف الجامعه وتوزع على مراكز البحث الناطقه باللسان الفرنسي. وفعلا كان ذلك، عندي قائمه الان على مراكز البحث التي يعني توجد فيها الرسالة. ويعني بعد هذا يعني كان بعض المساومات، يعني هل يمكن يعني بعد يعني تبقى هنا إلى آخره، يعني جست نبضة كذا لي. ولكن أنا كنت يعني دائما يعني أرى بأنه يعني الدين الذي علي لابد أن أسدده، فلذلك فرجعت يعني واستمرت في الدراسة. ما ندمتش لأنك تركت تلك الفرصة في السوربون وعدت إلى الجامعة الجزائرية؟ ألم تندم؟ لا لا، لم أندم عنها. ولماذا؟ لأن كان يعني علي دين من الدولة، وكان في من بين الشروط التي يعني
في العقد الذي بين الطالب ووزارة التعليم العالي، وأن الطالب يقضي 10 سنوات بعد الرجوع، يعني بعد ما تنتهي من الدراسة لابد أن تشتغل 10 سنوات في الجزائر حتى يكون لك الحق يعني في تقديم الاستقالة أو في التحاق بالأخرين. لذلك فأنا يعني أديت 10 سنوات، وفي سنة يعني بعد السنة 10 طلبت يعني تفرغ، ليست انتداب وإنما بيزون ديسبونيبيليتي، تفرغ، والتحقت بجامعة السوربون بجامعة الإمارات للتدريس. وبالتالي ف يعني أديت الدين الذي كان علي، والآن لنفسك عليك دين. نعم. رحت تكمل كذلك في مسيرة، رحت لجامعة الإمارات ويعني بحول الله يعني يعني لقيت يعني استقبال يعني لائق في ذلك الوقت. طيب بالإضافة إلى إنجازاتك الكبيرة التي سنتحدث عليها الآن والمتعلقة بهذه المذكرة التي صارت أو دعمت حقل البحث العلمي في فرنسا، مذكرتك في السوربون، اكتشفت كذلك نظرية في علم المنطق وهي نظرية العلاقة الثلاثية. نعم، يعني هي هذه النظرية هي مستمدة من تتبع تطور تاريخ المنطق، تاريخ العلوم، وتطور اللغة العربية. يعني أنا تبعت تطور المنطق من الناحية التاريخية منذ النشأة الأولى في البيئة اليونانية في القرن الرابع قبل الميلاد، واكتشفت بأن كانت هناك محاولات سابقة لأرسطو، لكن المحاولة التي يعني توصل لأرسطو كانت محاولة ناجحة، بحيث أنه لأول مرة في تاريخ الفكر البشري يعني أصبح الفكر الإنساني له قواعد، مثل ما يعني النحو واللسان لكل لسان طبيعي له نحوه الخاص، أي مجموعة من القواعد التي تضبط استعمال اللسان. فأصبح هناك قواعد عامة هي قواعد العقل التي وضعها أرسطو، وبالتالي فأصبح يعني الفكر يخضع لقواعد كما يخضع النطق لقواعد. هذه عملية يعني تقنين الفكر هي التي جعلت يعني العلوم تتطور تدريجيا في البيئة اليونانية على الرغم من ارتباطها بالفلسفة، ولكن هذا التطور هذا جعل اللسان اليوناني في ذلك الوقت هو لسان العلم. يعني في ذلك الوقت يعني لم يكن الأخرين اللسان الروماني واللسان العلم، وإنما كان اللسان اليوناني. لماذا؟ لأن الرومان لم يكن له منطق، وبالتالي فالمنطق الذي وضعه أرسطو أسس للعلم، والعلم عندما نقول العلم معناه أن مجموعة من القواعد ومجموعة من المصطلحات ومجموعة من المفاهيم التي تدخل في تنمية اللغة وإثرائها. وبالتالي فالإنسان في اللسان الذي هو لسان منطق يصبح هو لسان العلم، ويصبح هو لسان متطور بالنسبة للأسئلة الأخرى. هذه الخطوة الأولى اللي لاحظتها بأن هناك علاقة ثلاثية، وإن كانت بسيطة في ذلك الوقت بالنسبة للعلاقة بين المنطق اليوناني والعلوم عند اليونان واللسان اليوناني، وهي التي جعلتك تطور هذه النظرية. ولاحظت بأن هذا العلاقة هذه هي نفسها موجودة في اللسان العربي، فعندما ترجم المنطق إلى اللسان العربي فأصبح له يعني مجالات أوسع مما كان عليه عند اليونان، وبالتالي فتح الباب لاستقلال العلوم عن الفلسفة. ومن هنا لاحظت بأن يعني القول بأن يعني المنطق ظهر عند اليونان هو يحتاج إلى تدقيق. هذا يعني المنطق ظهر عن اليونان ليس كعلم، وإنما ظهر كاسمه أداة أو وسيلة للفكر أو وسيلة للفلسفة. ولذلك فالمنطق يعني لما انتقل عند المسلمين أصبح علما
ولذلك في المنطقة كعلم هو لم يظهر في التاريخ إلى عند العرب عند المسلمين، وهو جوهر الفلسفة. ثم أن المنطق كعلم معناه أن المنطق مفصول عن الفلسفة، من المنطق متحرر الفلسفة. من الفلسفة، وبالتالي فكان المنطق هو أول علم من العلوم التي تحررت عن الفلسفة. وتحرر المنطق عن الفلسفة معناه أصبح هناك يعني لغة دقيقة عامة تحتاج إليها كل العلوم، وبالتالي هذه تلك الدقة التي في المنطق انتقلت إلى العلوم الأخرى وجعلتها تستقل هي تدريجيا عن الفلسفة، وهذا ما يفسر النهضة العلمية التي حدثت في العالم الإسلامي. هذا هو جوهر النظرية التي اكتشفتها، وهي نظرية العلاقة الثلاثية. هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث أنه لما تطورت العلوم عند المسلمين ظهرت فروع علمية جديدة، ظهرت مصطلحات، ظهرت مفاهيم. تلك المصطلحات وتلك المفاهيم أثرت اللسان العربي، وبذلك أصبح اللسان العربي هو لسان العلم لمدة قرون، مثل ما كان اللسان اليوناني هو أيضا لسان العلم لمدة قرون. هذه العلاقة الثلاثية هذه تثبت أيضا في المنطقة المعاصر، يعني علاقة ثلاثية ليست مخصصة يعني بفترة تاريخية معينة، وإنما فترة يعني منها علاقة تمتد على كل تاريخ الفكر البشري. في الفكر الغربي مثلا بعد الركود الذي أصاب الفكر الغربي في العصر الوسيط، أصابه لماذا؟ أصابه لأن الفلاسفة في نسميهم الفلاسفة المدرسيين في الفكر الغربي الوسيطي اعتقد بأن أرسطو قال كل شيء ولم يترك للباحثين أي شيء يقولونه، فبذلك تمسكوا بالمنطق، ولما تمسكوا بالمنطق لم يتطور العلم عندهم، وأصبح اللغة أو اللسان اللاتيني أصبح لسان جامد. طيب هذا الشيء الذي انتبهوا له المفكرين بعد عصر النهضة واهتموا بالمنطق، والاهتمام بالمنطق أدى إلى تطوير المنطق، ثم تطوير العلوم، ثم تطوير الألسنة، وخاصة اللسان الإنجليزي اللي هو الآن لسان العلم. نظرية العلاقة الثلاثية التي هي تدرس الآن في عدد من الدول العربية، هي تدرس هنا في الجزائر، وهي النظرية التي اكتشفتها أنت، تدرس هنا في المناهج في الجزائر نظرية؟ نعم، القضية أنه إحنا عندنا في الآن نقول تدرس في الجزائر، تدرس في ماذا؟ تدرس بالنسبة للطلبة الذين يدرسون المنطقة. نعم. لماذا؟ لأن إحنا عندنا قسم الفلسفة، وقسم الفلسفة فيه مواد كثيرة. طيب الطلبة مثلا يدرسوا الفلسفة الغربية عندهم مثلا نظريات خاصة. أصلها أما هذه النظرية التي تخص الطلبة الذين يدرسون المنطقة فقط. نعم. بروفيسور، أنت خريج المدرسة القرآنية، معناها بديت الدراسة في المدرسة القرآنية، وأنت حافظ لكتاب الله، وكذلك من بيئة محافظة ومن بيئة متدينة كذلك في ولاد موسى، واخترت الفلسفة، وهنالك من يعتبر بأن العلاقة بين اللغة العربية التي تتحدث بها وأنت متمسك بها رغم بحثك باللغة الفرنسية، والعلاقة بالإسلام، اللغة العربية والإسلام والفلسفة، هي علاقة حساسة. كيف تعاملت مع هذه الجزئية؟ يعني إذا رجعنا للعلاقة هذه، العلاقة بين يعني الفكر الديني وبين الفكر الفلسفي والمنطق، هذا يرجع إلى يعني تصور الشخص لهذه العلاقة كيف يتصورها. فإذا انطلق الشخص يعني إذا انطلق الشخص من نظرة إلى الفلسفة، يعني ليس الفلسفة ك يعني مادة للفكر البشري، يعني ليست الفلسفة يعني حب الحكمة كما يقال، وإنما الفلسفة فيها اتجاهات وفيها مذاهب وفيها مدارس وفيها مواقف، وتلك المواقف يعني في بعض الحالات يعني متناقضة. إذا كان الإنسان أخذ موقف معين وبنى عليه الفلسفة فيقع في هذا التناقض هذا. أما إذا كان نظر الفلسفة يعني من هذه الناحية، من ناحية كونها يعني حب الحكمة وليست مرتبطة باتجاه أو بموقف فلسفي معين، فالحكمة مطلوبة في الإسلام. صحيح. القرآن يقول لك ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
الحكمة مرتبطة بالإيمان، والله هو الحكيم. صحيح. إذا كان الإنسان لم يفهم هذه العلاقة له وخضى اتجاه فلسفي معين، خضى مثلا الاتجاه المادي، فالاتجاه المادي يقوم على مبادئ تتناقض مع التوحيد، فبدل من توحيد الله يعني أصبحت توحيد المادة. فمن هنا تنشأ هذه العلاقة اللي هي فيها علاقة تناقض. طيب. هنالك معضلة تعيشها الكثير من المجتمعات، ونتحدث ونسقط على مجتمعنا في الجزائر، هنالك مشكلة قضت على الكثير من العلاقات، وقضت على الكثير من القصص، وقضت كذلك على الكثير من الأشخاص، وهي قضية الأحكام المسبقة. في نظرك ما هو الحل أو العلاج لهذه الجزئية، الأحكام المسبقة؟ في الغالب يحكم الأشخاص على أشياء أو على علاقات أو على عباد وأشخاص مسبقا، وقد يخطئون، وقد يؤول بهم المسار إلى نتائج غير متوقعة أو غير التي يريدونها. من بين الأمور التي يعني ظهر المنطق اليوناني في القرن الرابع عشر، القرن الرابع قبل الميلاد، هي قضية أنه في ذلك الوقت بعض الفلاسفة اليونان تحولوا تقريبا إلى ليسوا باحثين عن الحقيقة وليسوا باحثين عن الحكمة، وإنما أصبحوا يعني كما نقول باحثين عن الثروة وعن المال. وكانت هناك ظروف يعني اجتماعية وسياسية في ذلك الوقت شجعت على ذلك. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت ظهر ما يسمى في عند اليونان بالديمقراطية. والديمقراطية في البداية كانت ديمقراطية يعني مباشرة، ثم أصبحت ديمقراطية نيابية تمثيلية. فهذه الديمقراطية النيابية التمثيلية تحتاج إلى كما نسميها اليوم حملات انتخابية، انتخابات. هذه الحملة الانتخابية تحتاج إلى خطيب، تحتاج إلى مهارة في الإقناع. ولكن الإقناع كان نوعين من الإقناع، هناك الإقناع اللي هو إقناع عقلي، ولكن هناك الإقناع اللي هو إقناع سيكولوجي مبني على الميول وعلى الرغبات. فإذا كان الشخص يعني يقصد الإقناع العقلي، فعندئذ لابد أن يذهب إلى المنطق، وضع قواعد للاستنباط والاستدلال. إذا كان يذهب إلى الإقناع السيكولوجي فإنه يبحث عن وسائل الإقناع السيكولوجي. هذه الوسائل الإقناع السيكولوجي تؤدي إلى المغالطات. مثلاً وش هي الأدوات الإقناع السيكولوجي؟ الأدوات اللي هي يعني القضاء على المغالطات، ينبغي أن تكون لديك قواعد لاكتشاف المغالطة، وهذه القواعد اللي يقدمها المنطق. المنطق هو الذي يقدم لنا قواعد لاكتشاف المغالطات. من بين المغالطات التي ذكرتها أنت هي مغالطة الحكم المسبق. الحكم المسبق هذا هو الحكم الذي يصبح حكما جاهزا، يعني ليس حكم مستندا إلى أسس معينة، والذي لا يمكن التحقق منه. لماذا؟ لأنه مبني على عوامل سيكولوجية، والعوامل السيكولوجية هذه إذا رسخت في ذهن الإنسان فتصبح يعني تجعله يعني غير قادر على أن يظهر يتصور الحقيقة. فالحكم المسبق هذا هو مغالطة أساسية من المغالطات التي ينبغي عدم الوقوع فيها. وعدم الوقوع في المغالطة في مغالطة الحكم المسبق هو أنه لابد من الصغر أن ندرب يعني تلاميذ وأبنائنا حتى في البيت، عندما يعني يصدر حكم فلابد أن نجعله دائما يعني يتساءل عن مصدر هذا الحكم، يكون حكم مؤسس، ما هو أساس هذا الحكم، ما تحكمش على شخص ولا على علاقة مجرد أنك شفتها، كيف حكمت على ذلك، ما هو الدليل، ما إلى آخره. فعندما ينشأ الطفل على هذا التساؤل هذا دائما عن أسس الحكم، فيمكن أن يقع في اجتناب هذه المغالطة. وهذه المغالطة خطيرة. لماذا؟ لأنها عندما تنتشر تصبح يعني كأنها حقيقة، فأصبح الناس يتقبلوها كأنها بديهية، في حين أنها قد تؤدي إلى نتائج خطيرة. فمن بينها من هذه الأمور اللي هي خطيرة الحكم المسبق على المنطقة. فكلكم يعني والناس الكل يعني يرددون عبارة يعني لا يفهمون معناها، وهو عبارة يعني
لها يعني مصدر تاريخي لا يمكن الدخول فيه، وإنما عبارة من منطقة تزندقة لها، وبالتالي فهي عبارة منفرة للمنطقة وتجعل الإنسان يعني كيف أنا يعني أصبح يعني موصوف بأنني زنديق، يعني الإنسان لا قال هذا حكم مسبق خطير جدا، خطير جدا لها، وخطورته أنه يعني أثار سلبا على تطوير الفكر. كان كذلك معضلة بروفيسور، الحكم المسبق مثلا على أشخاص من طريقة لبسه، ولا على أشخاص من طريقة كلامه، ولا كذلك هذه تقود إلى اختلالات اجتماعية كبيرة جدا. هي الخطورة يعني عندما يتعلق الأمر بأنه وصف المنطق بالزندقة، هذه كان لها تأثير يعني ثقافي وعلمي وحضاري خطير. لماذا؟ لأننا عندما نحرم الفكر العربي الإسلامي من أهم مقوماته التي يعني أثبتت تطوره ونجاحه في عصر من العصور، يعني ننسى هذا كله. هل يعني لما تمنطقة ابن سينا وتمنطقة يعني الرازي وتمنطقة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، هل كانوا زنادقة هؤلاء؟ هل الزندقة أدت إلى تطوير العلوم والتطوير اللسان العربي؟ يعني هذا الأمور هذه جعلت القضية اللسان العربي يعني يحرم من أهم مقومات التطور الحضاري والمنطق. واليوم نحن نستعمل المنطق في حياتنا اليومية، هذا القضية، هذا الحوار اللي راه يجري اليوم، وهذا كله، هذه الوسائل هذه كيف تم الوصول إليها؟ ليس بمنطق الأشياء، عوامل الدقة وعامل تبسيط الأمور وعامل يعني تحليلات الدقيقة التي جعلت الأمور كلها تتطور تدريجيا، حتى أصبحنا يعني نتصل عن بعد، وأصبحنا يعني ننقل الصورة وننقل الصوت ونقل. هذه كلها هي تطبيقات المنطق، ولكن تطبيقات شيء والأساس شيء واحد آخر، شيء آخر. أنت إذا حرمت الفكر من الأساس وتذهب للتطبيقات، فعندئذ تصبح هنا يعني كأن من يضع العرب أمام الحصان. هذا الحكم هذا حكم خطير، وللأسف يعني هناك من يردد هذا الحكم بدون أن يسأل يعني عن مصدره ولا عن صحيحاته. أنت لديك الكثير من المؤلفات والكتب بروفيسور، كم عدد مؤلفاتك؟ مؤلفات حوالي 20 مؤلف، هي كلها في المنطق وتاريخ المنطق وفي تطبيقات المنطق، وبالأخص في المجالات الدقيقة كما مثل الرياضيات ومثل فلسفة العلوم ومثل تحليل اللغة. ولديك الكثير من الإنجازات الكبيرة جدا، ذكرنا من بينها اكتشاف نظرية العلاقة الثلاثية التي تدرس في الجامعة الجزائرية وفي جامعات أخرى، ولديك الكثير من المؤلفات المتعلقة بالمنطق، وأنت مفكر في المنطق وأنت عالم في المنطق كذلك. ما هو أكثر إنجاز تفتخر به، ولا الإنجاز الأقرب إلى قلبك؟ هي التقريب كلها، يعني كل الأمور على جانب من جوانب المنطق له، يعني هي لا تخرج عن إطار المنطق له. لا يمكن أن تفضل بينها؟ يعني لا أستطيع أن أفضل بينها. لماذا؟ لأنها كلها متكاملة. إذا كان يعني نظرنا إلى جزء منها فربما تكون نظرة ناقصة لها. لماذا؟ لأننا ننظر لها كأنها نظرة متكاملة. أنت لا تستطيع أن تفصل تاريخ المنطق عن المنطق كعلم، عن تحليلات المنطق في ميدان اللغة، عن تطبيق المنطق في العلوم، هذه كلها مرتبطة ببعضها البعض. لم يتبقى لنا الكثير من الوقت بروفيسور أحمد موساوي، هل حققت كل أحلامك؟ هل وصلت إلى تحقيق النجاح الذي كنت تصبو إليه؟ تشوف أنه أنت إنسان ناجح الآن؟ هو الإنسان لا يستطيع أن يقول بأنني نجحت. لماذا؟ لأننا أنا يعني كمؤمن وكمسلم يعني أرى من النجاح هو النجاح يعني رضا الله يعني، ولكن لا نستطيع أن نعرف باللي هل نحن حققنا يعني ما يرضي الله أم لا. أما رضا النفس فرضا النفس قد يكون يعني رضا ذاتي، وبالتالي فلا أستطيع أن أقول بأنني حققت. لماذا؟ لأنني لم أكن أعمل منذ البداية لأكون متخصصا في المنطقة،
وإنما كنت يعني منذ صغري أميل إلى الدقة وإلى الوضوح وإلى البساطة. والآن هذه الأمور وجدتها في 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 جانب الفلسفة، ولكن وجدتها يعني متحققة في المنطق. ولذلك فالمنطق يعني الآن عندما نتكلم عن المنطق وعندما يصدر الناس حكم المنطق، فكل متيقن بأنه هو حكم بناء على جهل. لماذا؟ لأن المنطق لم يعود المنطق الذي نشأ عند أرسطو، ولم يعود المنطق الذي وضعه ابن سينا، ولم يعود حتى المنطق الذي وضعه برتراند روسل في القرن 19 في القرن 20، وإنما المنطق أصبح الآن هو أوسع علم من العلوم وأوسع تطبيق من تطبيقات العلوم الأخرى. لذلك فالإنسان مهما بحث في المنطق فلا يستطيع أن يقول أنني متخصص في المنطق المنطق، وإنما متخصص في جزء من المنطق، من المنطق أو في نظرية من نظرية المنطق. أشكرك جزيل الشكر. في الختام بروفيسور، ماذا علمتك الحياة بعد كل هذا المسار الذي فيه الكثير من المصاعب والتحديات والنجاحات كذلك؟ الشيء الذي تعلمته من الحياة هو أن الحياة يعني هي مجموعة من الصعوبات، والصعوبات هذه ينبغي للإنسان أن يكون لديه القدرة على تحليل الصعوبة. إذا وجد صعوبة من الصعوبات فلا يقف عندها، وإنما يحللها ويتعرف على تركيبها وعلى عناصرها، وعندما يتبين له تركيب الصعوبة وعناصرها يستطيع أن يعالجها بالوسائل المتوفرة. والوسائل المتوفرة قد يستطيع الإنسان تطويرها حسب الإمكانيات الفكرية الموجودة لديه. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور أحمد موسوي، تشرفت كثيرا واستمتعنا كثيرا واستفدنا كثيرا من الكلمات التي قلتها في هذا الحوار. شكرا جزيلا على حضورك معنا. أشكركم أيضا على حسن الضيافة هذه، وأتمنى أن أكون يعني قد أفدت يعني شيئا ما بهذا الحوار. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. مشاهدينا كما استمعتم إلى هذه القصة المهمة والملهمة لأحد أهم علماء المنطق في الجزائر وفي العالم الإسلامي والعربي البروفيسور أحمد موسوي، وهو الذي انطلق من الكثير من الظروف الصعبة، انطلق من اليتم، انطلق من الفقر، الفقر الذي قاده للتوقف عن دراسته والاضطرار كذلك للعمل من أجل توفير المال لمواصلة الدراسة. سمعتم كذلك قصة أحمد موسوي، أول جزائري يدرس في جامعة السوربون ويتحصل على شهادة الدكتوراه، المسار كذلك في نحو الحصول على شهادة الدكتوراه من السوربون بباريس في فرنسا كان صعبا، كان يضطر للمبيت في القطار كذلك من أجل توفير بعض المبالغ المالية التي كانت تخصص إلى المبيت إلى أشياء أخرى كذلك، لكن النجاحات كانت كبيرة جدا. اكتشاف نظرية العلاقة الثلاثية في المنطق والكثير من الكتب والمؤلفات كذلك، ما يقارب 20 كتابا في المنطق وفي تخصصات المنطق. قصة كانت جميلة، نتشرف بأن نتقاسمها معكم، ونتشرف كذلك بأن يكون صاحب هذه القصة هو واحد من الجزائريين. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، السلام عليكم، ألقاكم الأسبوع المقبل.